أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غفور رحيم وما أبرئ نفسي إن لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إن اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف
يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني الكيل وأنا خير المنزلين صدق الله